اروح للسيد احمد عزت. سيد احمد، نفس السؤال، بس انا عايز اتكلم مع حضرتك بشكل اخر. ان انت مجال عملك مجال يتعلق باشياء دقيقه، فهل وخاصه التحاليل المتعلقه بالوراثه، يعني انت عارف حضرتك ان الحاجات دي بتبقى في غايه الدقه، ازاي نقدر نطبق هذا الحديث وازاي يبقى ده مفتاح لكل خير؟ والله يا دكتور، يعني احنا زي ما حضرتك بتقول المجال العمل طبعا دقيق جدا جدا، فده بيحتاج من كل العاملين عليه ان هم يكون عندهم دقه عاليه جدا جدا جدا. فعشان الشخص يكون قادر يبقى عنده الدقه دي، لازم ان هو يكون مرتاح، ولازم يكون شايف معنى للشيء اللي هو بيعمله. فمن اكتر الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها داخليا في الشركه من ناحيه التنميه البشريه والاتش ار، ان احنا نحاول نخلي فيه قيمه ومعنى لكل خطوه احنا بنعملها في الشغل. انا هقول حاجه سيد احمد، سيد احمد، انا هقول سر من اسرار اللي انت بتعملها في الشغل. انت عندك كده جلسات بتتكلم فيها وكانها جلسات تنوير، وكانها جلسات حاله من حالات يعني ان انت تغمس العمل اللي انت بتعمله في اشياء منوره واشياء قيميه. وانا شفت بعض من الحاجات دي وكنت سعيد بيها جدا جدا، ويا ريت تكلمنا عنها بالتفصيل الحاجات دي. هو في الحقيقه دكتور عم زي ما حضرتك بتقول بالظبط، يعني احنا مش بنضيف القيمه على قد ما احنا بنحاول نشوفها، لان هي في الواقع بتكون موجوده وكل حد بيعملها. يا سلام. بس شويه سرعه الحياه مع الجزء المادي مع التركيز مع التارجت مع الفلوس بيفقد الشخص، بس ان هو مش قادر يشوف الحاجه دي. فبنعمل عندنا حاجه اسمها موتيفيشن ماندي، او يعني كل يوم اثنين الساعه 9 الصبح كده الشركه كلها، واحد يعرض شيء من اللي هو بيقدمه في الشغل ويعبر عن قيمه ده في حياته. هو شايف النهارده وانا واقف بشتغل على التحليل ده وبحط الماده دي على الماده دي، ده ازاي بيترجم عنده هو الى قيمه. واحنا مش بنقول لحد حاجه، هو كل شخص في الحقيقه لما بس يتاح ليه الفرصه للتفكير والتعبير عن ده، هو بيكتشف ان الموضوع اعمق من مجرد ان انا بضيف شيء على شيء. لا، ده انا لو ما عنديش قيمه الرحمه والاحساس بالمريض ممكن ما انتهيش بالخطوه دي بنفس الدقه وبنفس السرعه، فبيتغير خالص رؤيه الشخص واحساسه خلال العمل. يا سلام عليك. انا عايز اقول لك يعني الله يفتح عليك، لان هي في الحقيقه حضرتك قلت حاجات مهمه جدا جدا في مفاتيح الخير. في خطا جوهري منهجي هيكلي بنعمله واحنا بنحاول نخلي الناس تعيش القيم. ايه الخطا الهيكلي المنهجي ده؟ ان احنا بنصر ان احنا نزرع القيم. نفترض ان الناس ما عندهمش القيمه، فايه اللي حاصل؟ فنغرس فيهم القيمه على ان هم ما عندهمش القيمه دي خالص. لكن الكلام المهم اللي انت قلته ان القيم موجوده عند الناس، بس محتاجه ان احنا نشيل من عليها الغشاوه ونشيل من عليها الغبار ونلمعها فتطلع القيمه بشكل جيد جدا جدا. دي كانت النقطه الاولى اللي حضرتك تفضلت بيها. النقطه الثانيه المهمه كمان، ان انت حضرتك قلت ان الناس بيشتغل القيم عندهم بمجرد ان هم يتكلموا عنها، يحس ان هم قادرين ان هم يعيشوا بالقيم دي. وممكن الكلام ده يحصل باشياء صغيره جدا، مش محتاجه اشياء ضخمه جدا جدا جدا. ولذلك المفاتيح الصغيره بتفتح القلوب الكبيره. دايما اقول للناس كده، المفاتيح الصغيره بتفتح القلوب الكبيره، والدليل على ذلك ان ابتسامه طفل ممكن تفتح قلب اشد الناس صلابه واشد الناس نوع من انواع الخشونه. فلذلك ايه اللي حاصل؟ ها الامرين اللي حضرتك تفضلت بيهم دول في غايه الاهميه.